فكنت ما بكتبش العنوان ده، كان جدي غافر عماره بعيد عن يعني في شارع السودان برضو قصادنا حاطط بولاق في شارع ياسر، فكان عنوان بطايق ابويا وعناويننا كلها على الفيلا دي اللي جدي غافرها، لكن احنا ساكنين في الحته دي بس عندنا ورق عوايد باسم ابويا، ابويا كان بيدفع عوايد على الحته دي دلوقتي بس، يعني احنا نظام ايه البيت الكبير الاب هو اللي بيدفع العوايد وبيتنا يعني قد الحته اللي احنا قاعدين فيها دي مرتين ثلاثه، ابويا عايش فيه، انا عامله اوضتين، انا عندي ثلاث عيال، عندي اخين متجوزين كل واحد واخد له حته، بس في الاخر في باب كبير مقفول علينا ده بابنا باب بيتنا، البيت ده كله ابويا بيدفع لنا عوايد عليه، ما جاش في بالنا في يوم ان حد يجي يقول لي انا فين ورق عوايدك انت، فين ورق عوايد ايمن، فين ورق عوايد محمد، فالاب الكبير بس هو اللي بيدفع عوايد، اما جم عمل الشقق بصينا لقينا التنظيم، يعني انا ما بفهمش زيهم بس كل اللي عملوه ده غلط، يعني اللي خطط واللي عمل كده انا اسفه ما بي ما بي يعني ما يعني غلط اللي هو عمله خالص، مش عايزه اقف ان هو احنا دلوقتي مسافه، يعني احنا المفروض عاملين 75 شقه، المفروض الحته اللي هشيلها اسكن ال 75 منها واشيل بقى ده كله وبعد كده اسكن اللي بعديه، جاب ناس يعني من بعيد عننا خالص، وانا يعني بتاع 45 اسره يعني ساكن بتاع 30 من المستحقين اللي هم الحته اللي هدها، وال 45 اللي فاضلين هد بيوتنا، يعني انا مش عايزه شقه، بس كان يسيب لي بيتي اللي كان قويني انا وعيالي، انا وجوزي بثلاث عيال، وبعدين هم قالوا الاول ما ابتدوا قالوا بالبطايق، وبعد كده قال لا ما في بطايق بتتعمل ومش موجودين هنا، مش موجودين في المنطقه، فقال احنا لينا عملوا ابحاث ورق كان مكتوب الاكل اللي في الحله دي، عرت الحله وشافت الحله دي محطوطه كده وخلاص ولا لا، ان ده عندي ده اكل فعلا انا عاملاه ولا لا، شافوا يعني غيرتنا هدومنا، اتاكدوا مليون في الميه ان احنا قاعدين وساكنين هنا، انا ما خدتش ليه؟ وغيري ما خدش ليه؟ مش بتكلم عن منى بس، انا بتكلم عن 45 اسره دلوقتي عيال عيال وبنات في يعني بنات عندها 16 سنه و17 سنه، شباب في سن البلوغ برضه كله مرصوص جنب بعضه تحت السور، احنا عاملين دلوقتي عشش بالخشب، بقينا نلملم الخشب مكان ما هدولنا بيوتنا وعملنا عشش تحت السور، الاول هي اسمها عشش وانتوا بتقولوا عشش بس احنا كنا عاملين بالطوب النايل بس كنا مليسينها غطينا، يعني انا كان بيتي احسن من المكان اللي انتوا قاعدين فيه، انا كان بيتي كنت حباه ومتهيألي احسن من المكان ده، انا كان عندي بيتي الاوضتين اللي كنت عايشه فيهم انا وعيالي ومرتبه ابني بينام فين وانا بيذاكر فين وانا بنام فين وبوتاجازي هنا وحاجتي هنا كان احسن لي بكتير من الشقه اللي هما مدينها للناس، وشافت كتب عيالي وشافت الكلام اللي انا قلته ده كله، خلاص يبقى منى عايشه في المكان ده، يبقى خلاص دي عايشه في المكان ده، لا يهم ورق عوايد ولا يهم عنوان ولا يهم الطاقه ولا اي كلام من الكلام ده، ده اللي خلانا قالوا يا جماعه اللي عايش في اوضه يخليه فيها، احنا مش هنشيل حد غير لما ايه؟ مش هندي حد غير لما يكون لينا عيشه كامله في عشته. او فوق عشته اللي انتوا بتقولوها، احنا بنسميها بيتنا. اللي ليه بيت ومعيشه كامله في بيته ده اللي هيتشال يتحط في شقه. من ساعتها نطمن قلبنا وخلاص احنا طول عمرنا قاعدين من هنا، وهاتوا اي حد في العشش كلها من اللي احنا بنتكلم مش بتكلم باسمي بس، ال 45 اللي اتضروا وما اخدوش شقق، اذا حد من العشش كلها قال فلان ده مش موجود يبقى مش موجود. لكن هجيب لك ورق، هجيب ورق منين؟ يبقى هترمي في الشارع، لا هحصل حتى الاوضه اللي انا عاملاها تحت السور ولا عشتي اللي اتهدت ولا هحصل، هترمي في الشارع انا وثلاث عيال. انا عايزه ارد بس على كلامي. حي وعمل لنا كشف باسماء مسلسله بارقام بطايق باسماء عائلات باكمله 193 اسره. في كشف السلم الحي وكشف السلم المحافظ. جه رئيس الوزراء قرر لنا 18 فدان لبناء قريه بدويه. لان احنا مقيمين وعايشين على المواشي بالرب مواشي وبنصرف منها وبنصرف منها على عيالنا. جو فجأة امبارح لان كان سيد محافظ القاهره نزل النهضه ولقيناه ال 18 فدان بتوعنا اللي هو خصصه لقريه بدويه انعملوا مساكن لتحسين العشوائيه. واصبحنا احنا كما كنا زي ما احنا في عششنا، مفيش لنا موارد، ده بناخد معاشات ولا بموظفين وهي لقمه عيشنا من زباله النهضه، يعني احنا عايشين على الزباله، معانا مواشي من جميع الاشكال، معانا بهايم ومعانا كمان، ومش عارفين دلوقتي يخصصوا
المكان بتاعنا خصصوه عمايل لتحسين العشوائيات وفضلنا احنا مكاننا. طب هنروح فين احنا دلوقتي واحنا متخصص لينا من رئيس الوزراء 18 في الدان؟ واخد القرار سعادتك.